مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي هنا من مدينة أكادير. تحية صباحية عاطرة لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. كنقول لكم صباحكم مبروك وأسعد الله صباحكم باليمن والبركات. ومرة أخرى نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر في هذه الدردشة الصباحية. والله يلطف بنا يا رب من هذه الكارثة ومن هذه الفيضانات اللي شهدتها مجموعة من المدن المغربية ومجموعة من الأقاليم بربوع المملكة. فموضوعنا اليوم إخواني الكرام وفي هذا الصباح هو تحت عنوان أخباركم مع الفيضانات ومع هذه الكارثة. كل واحد يحكي لنا المعاناة ديالو مع كارثة الفيضانات اللي ضربت مجموعة من الشوارع في كبريات المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء. كاين الكثير من الناس اللي كتعاني، الكثير من الناس اللي تجرعت مرارة هذه الكارثة وتجرعت مرارة هذه الفيضانات في سابقة من نوعها. وبالتالي فبغيناكم أنكم تشاركوا معنا بكثافة من خلال هذه الدردشة الصباحية، وكل واحد يحكي لنا المعاناة ديالو والحكاية ديالو مع هذه الفيضانات ومع هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت مجموعة من المناطق بلادنا. وكنتمنى من الله أنها تخفف إن شاء الله ويفرج ربي هذه الكربة عما قريب. وأيضا لمن كتحملوا المسؤولية ديال هذه الفيضانات، وشكون هو اللي كيتحمل جزء كبير من المسؤولية مما وقع بمجموعة من المدن وعلى رأسها الدار البيضاء. تحية للكل وتحية لكل المتابعين أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. كنتمنى لكم بداية أسبوع موفقة بإذن الله تعالى وبركته، إن شاء الله تكون بداية الخير علينا وعليكم وعلى جميع المغاربة بدون استثناء. فصراحة شفنا مجموعة من الصور، مجموعة من الفيديوهات، مجموعة من التصاريح اللي الكل يستغيث من هذه الكارثة. الكل يعني التضرر، خاصة في مجموعة من الأحياء الشعبية اللي فيها الهشاشة وفيها الفقر. فالناس ما لقاتش فين تبات، الناس بات في العراء، الناس بات في الزناقي. وبالتالي فهذه كلها معاناة من بين المعاناة اللي الناس عانتها في هاد الأمطار ديال الخير اللي كنا كنتمنوا باش انها تكون أمطار خير وتكون ذات فأل علينا وعلى جميع المغاربة. إلا أنه مع الأسف الشديد كانت الكارثة عظمى، وكانت مجموعة من الفئات ديال المجتمع تضررت من جراء هذه الكارثة. الناس دخلت عليها شتى الطيور، دخلت عليها الأمطار وفاض عليهم واد الحار في مجموعة من المناطق، وخاصة يعني في الأحياء ديال مدينة الدار البيضاء. وهذا الشيء كله طبيعة الحال بغيناكم أنكم تشاركوه معنا في هذا الصباح إخواني الكرام. فتحية للجميع. بن حمد كيقول تحياتي من قصبة تادلة، قناة الشعب. أكيد يا أخي، هذه قناة الشعب وقناة كل المظلومين، كل المقهورين، قناة من لا صوت له. نحن هم صوتكم الذي نحاول دائما أن نوصل همومكم لذوي القرار وللمسؤولين بمراكز القرار. إخواني الكرام، صراحة بغينا أنكم اليوم تفتحوا لنا قلوبكم وتحكيوا لنا المعاناة ديالكم والمأساة ديال الفيضانات اللي ضربت مجموعة من المدن المغربية. هذا الشيء اللي بغينا إخواني الكرام أنكم تشاركوا معنا في هذا الصباح وفي هذا الجو الجميل، هذا الجو الممطر هنا بمدينة أكادير. وبهذا الوقت من الصباح صراحة كنتمنى من الجميع أنه يشارك معنا المعاناة ديالو مع هذه الكارثة ومع هذه الفيضانات.
اللي خلات مجموعة من الناس تبقى بدون مأوى بدون منزل بعد ما تضررت التجهيزات المنزلية والآتات. كاين الناس يعني كل الحوايج ديالهم فزقوا وخلفت خسائر مادية كبيرة، في مناطق أخرى خلفت خسائر بشرية. كاين الناس اللي داهم الواد. مع الأسف الشديد هذه كلها أمور اللي كانت كتوقع مع بلوغ كل فصل الشتاء، إلا أن هذه السنة كانت سنة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة معنا، مع هذه الأمطار ديال الخير اللي سنوات من الجفاف وفجأة المطر ولله الحمد رغم كل شيء جاء ليخلف خسائر ستبقى راسخة في الأذهان. وبالتالي فشكون كيتحمل المسؤولية في هذه الفيضانات اللي عرفتها المدن المغربية، خاصة وأن مجموعة من الأحياء تعاني من الهشاشة في البنية التحتية، واللي كشفت بالملموس أن البنية التحتية بالمدن المغربية كما كنقولوا على قد الحال. فبالتالي فالكثير من الناس يلومون المنتخبين، الكثير من الناس يلومون المسؤولين اللي ربما البعض منهم ما كيقومش بالدور ديالو اللازم. فتحية للجميع، وغادي نحاول أن نتفاعل معكم من خلال قراءة التعليق ديالكم بطبيعة الحال، ونشوفوا المعاناة ديالكم ونشوفوا اش اخباركم مع هذه الكوارث ديال الفيضانات اللي ضربتنا. نجانا الله وإياكم من كل الكوارث ومن كل الأزمات، وبغينا بلادنا تكون بلد السلم والأمان والطمأنينة إن شاء الله يا رب. رضوان صباحك مبروك أخي الكريم. حسن حسن كيقول ما كاين والو، الحمد لله على هذه النعمة ديال الله، كل شيء تعوض اش اودي من كارثة، هذا راه خير ديال الله يا أخي. إلا كنت أنت ما متضررش من هاد الأمطار ديال الخير، فهناك ناس. تخيل نفسك كما كان تلك الأمة وتلك الأسرة التي دخلت مياه الأمطار القاع المنزل ديالهم وخلت كل الأتات ديالهم يعني متضرر، والناس ولاو كيسبحوا في بئرك مائية وسط المنازل ديالهم. تخيل هذا المنظر فقط وإداك ربما ستغير الرأي ديالك. يعني احنا كنحمد الله على هذه الأمطار فهي نعمة من عند الله، إلا أن كاين الناس اللي تضررات، كاين الناس اللي عانت الويلات، كاين الناس اللي 5 أيام 6 أيام ولم يغمض لهم جفن بسبب يعني اقتحام المياه ديال الأمطار والفيضانات اللي شهدتها مجموعة من الشوارع المنازل ديالهم. فصراحة كنتمنى من الله يرحمنا، دائما نجدد الدعوات، دائما نحاول أن نكون متفائلين، إلا أن هذا الموضوع خاص ضروري يتم الفتح دياله، خاص الناس تفتح نقاش معنا وتحكي لنا المعاناة ديالهم والضرر ديالهم من هذه الفيضانات، ومن كيحمل المسؤولية، وأيضا وجهوا رسائل المسؤولين اللي ما عندهمش ضمير، اللي ما عندهمش حس المواطنة، باش أنهم يطلعوا على هاد الناس ويقوموا معهم باللازم وبالواجب. لأنه لا يعقل باش أن مسؤول ينام في بيته والبال ديالو هاني، في حين أن هناك أسر يعني كتعيش مرارة يعني التهميش ومرارة ديال هاد الفيضانات وديال هاد الكارثة الطبيعية. نجنا الله وإياكم منها. ما بغيتش يعني هاد السيناريو لأي واحد، لأنه صراحة الناس اللي كتعاني، الناس اللي تضررت فهي وحدها من تعلم بحجم المعاناة. وأي واحد كيجي في التعليق كيقول لك نحمد الله، أكيد دائما نحمد الله أولا وآخرا، لكن الكارثة حينما تحل لا تعرف لا صغير ولا كبير، ولا تعرف لا غني ولا فقير، فتأتي على الأخضر واليابس كما وقع في مجموعة من الأحياء ديال مدينة الدار البيضاء. كاين هناك أسر لمتوسطة الدخل وأيضا أسر لفقيرة اللي خلات هاد الأمطار منازلها تتحول إلى مسابح أو إلى برك مائية ومستنقعات مليئة بالأوحال. كل هذه مشاهد رأيناها ولازلنا نراها كل يوم وكل صباح ومساء، والناس من شدة البرد القارس تنام في العراء، ولا أحد من المسؤولين يعني أعارها أي اهتمام. والمن غادي يتحملوا المسؤولية إخواني الكرام؟ صراحة هذا الشيء كيضر في القلب ويحز في النفس. وكنتمناو ان ننتهيو من هذا المسلسل ديال الازمات وهذا المسلسل ديال الفيضانات والكوارث اللي ضربت بلادنا.
فتحية الجميع. شكرا الحسن منصوري، يسعد صباحك أخي الكريم الحسن وسعيد، كيقول الله يعفو عليهم جميعا آمين يا رب. لولا كتقول الله يدير تاول ديال الخير، الناس تمحنت بزاف اكيد اختي الكريمه، الناس تمحنت بزاف، الناس تضرات مع الاسف الشديد. ناديه جميل كتقول الله يرحمنا من عنده، شكرا لك. حسن مرجان صباح الخير كتقول الحمد لله على كل حال. يعني بغينا الناس اللي كان شي حد في الاستماع، الناس اللي تضررت يحكيوا لنا المعاناة ديالهم والقصص ديالهم مع هاد الفيضانات، وايضا كيفاش دبروا الامور ديالهم، واش جاو عندهم مسؤولين ولمن كيحملوا المسؤولية في هاد الكارثة. صراحة يحز في النفس باش انا نشوف ناس يعني تنام في منازل ديالها هانية البال، في حين أن هناك مجموعة من الناس اللي ما لقات فين تنعس، كتنعس وسط المياه وسط المستنقعات ديال الأوحال. رجاء تحياتي من مدينة الدار البيضاء، شكرا لك أختي رجاء. رجاء أسماء الوزاني كتقول الله يرحمنا يا رب نقصو، شكرا أكثر من الحمد. أختي الكريمة بدون تعليق على أي ناس تضررت، راه كل شيء واضح، كل شيء اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وما بقى ما يتدرج، ما بقى ما يتخبع كما كنقولوا، الكل ظهر عاري وتكشف المستور وتكشف يعني الواقع المر اللي كيعيشوه فيه مجموعة من الناس ومجموعة من المواطنين. أجزار محمد كيقول صباح الخير خويا، الله يصوب المسؤولين، ما كاينينش اكيد يا اخي. بعض المسؤولين سمحهم الله يعني لم يعيروا اي اهتمام لهذه الفيضانات، ولم يؤنبهم ضميرهم، لانهم بدون ضمير بدون اخلاق بدون انسانية. فحينما تنعدم الاخلاق وتنعدم الانسانية فإداك، فتخيل حجم المعاناة. ف أنت بين سندان الفيضانات ومطرقة عدم اللامبالاة ديال المسؤولين. فصراحة هذا الشيء كنشوفوه بشكل يومي وبشكل مستمر في كل سنة. كنا كنشوفوه في العالم القروي، كنقولوا بأن العالم القروي ما فيش تنمية، ما فيش مجموعة من الأمور، إلا أن الأمر تحول أن اقتحمت هذه الفيضانات بيوت الناس في قلب أكبر المدن المغربية. فهنا ما بقى ما يتقال إخواني الكرام، صراحة خص إعادة النظر، خص ربط المسؤولية بالمحاسبة، خص محاسبة كل من ثبت تورطه وتقصيره في المسؤولية ديالو وفي أداء الواجب المهني ديالو، في أداء الواجب ديالو تجاه المواطنين وتجاه عموم الشعب. على أي كنحييكم إخواني الكرام، وكنتمنى من الله الرجاء على كل المكروبين وكل المتضررين. حسن حسن كيقول الله العظيم أخويا، إلا حتى حنا دخل علينا الماء، راه عرفتي مساكين في مدينة القلعة قدير، ولكن تنقول الحمد لله على هذه النعمة. شكرا لك حسن حسن، تحياتي لك على المشاركة ديالك معنا، القصة ديالك مع هذه الفيضانات. فبطبيعة الحال مدينة القلعة فهي واحد المنطقة اللي مهمشة، واحد المنطقة اللي كتعاني مجموعة من المطبات، مجموعة من المصاعب، وغياب الواد الحار وغياب التهيئة الحضارية في هذه المنطقة كيخليها عرضة للفيضانات وعرضة لمجموعة من الأمور. شكرا لك أخي الكريم كنحييك. وأيضا نعيمة كتقول صباح الخير الحسين أتلاغ، كنتمنى من الله يفرج علينا آمين يا رب. خويا الحسين الحسن المنصوري كيقول نحمل المسؤولية للحكومة من الدرجة الأولى ثم المواطن من الدرجة الثانية، حان الوقت للمحاسبة كل من ثبت في حقه أنهم لم يقوم بواجبه كما ينبغي، كل من يتوصل بالأجر مقابل خدمات المواطنين ولم يقوم بواجبه تجاه المواطنين، أو على الدولة المحاسبة. أي مسؤول سواء منعش عقاري أو منتخب أو وزير، أكيد يا أخي الكريم هذا ما قلنا سابقا، يعني خاص إعادة نظر، خاص المسؤولين يتحملوا كامل المسؤولية ديالهم في التقصير ديالهم، في اللامبالاة ديالهم، في عدم تقديمهم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، سواء في الأوراش وفي الصفقات.
الطبقات العمومية ديال البنية التحتية اللي تبتات اليوم بأنها هشة وربما تعاني من مجموعة من الاختلالات، مجموعة من الخروقات اللي خلات البالوعات تسد وخلات المياه ديال الأمطار تطفو على السطح ولم يتم التصريف ديالها بالشكل الذي ينبغي، شيء اللي ادى بها الى انها فاضت على مساكن الناس وبيوت الناس اللي تحولت لمسابيح وبرك مائيه آسنه ومليئه بالاوحال، وخلات مجموعه من الناس تضرر وتكبد خسائر ماديه فادحه. وهذا الشيء كامل من سيعوض هؤلاء الناس؟ من سيتحمل المسؤوليه؟ يعني فاش كتجي الدقه كتجي فقط كما كنقولوا دائما كتجي في المسكين وكتجي في هذا المواطن البسيط الفقير الذي ازمته ازمه كورونا لتعود بذلك هذه الفيضانات وتزيد من حده المعاناه ديالو. كيف له ان يشتري فراش جديد؟ كيف له ان ينتشل نفسه من هذه المعاناه؟ على اي هذه كلها امور اللي كتخلي الناس تتساءل من سيعوضها ومن سيتحمل المسؤولية. على أين كنتمناو خير إن شاء الله، وكنتمنى من الله تعالى وبركته أن يفرج عنا هذه الكربة وهذه الأزمة في أقرب وقت إن شاء الله يا رب. زهرة الحياة كتقول صباح الخير، تحياتي لكم من سويسرا، الله يفرج عليكم، قلوبنا معكم، نطلب الله يزول علينا وعليكم هذا الوباء، الحمد لله على كل شيء، آمين يا رب. شكرا لك أختي الكريمة زهرة الحياة ناعمة، وكتقول الحمد لله قدير سواسا خدموا بلادهم، تحية خالصة أكيد أختي الكريمة. هنا بمدينة قدير يعني ما كاينش خسائر كبيرة رغم كل شيء. الحسين الله يقول أول من سيحاسب الشركة المكلفة، أكيد أخي الكريم، شكرا لك. أم شيماء صباح الخير، كنت من الله تعالى وبركته. أم إلياس كتقول أنا متضررة من واد الحار، خلصت الماء وقوانين واد الحار ومازال ما بغاو يجيو يبرونشيو واد الحار، السطح متضرر من الشتاء، خرجت القادوس الزنقة يحمل المسؤولية. شكرا لك أختي أم إلياس، إذا كان ممكن تقولنا أين منطقة وين بلاصة فاش كاينة إن شاء الله نوصلوا المعاناة ديالك المسؤولين، ونتمنوا يكون لك حل إن شاء الله يا رب. إبراهيم يدولغان كيقول القلعة متضررة أكثر خاصة حي العزيب، حي العزيب وحي الخميس كلها مناطق اللي متضررة، كنتمنى الله يفرج عليكم يا رب. شكرا لك. عبد روان كيقول أنا في حي السلام، حنا تكرفسنا. أكيد أخي الكريم، يعني كاين مجموعة من الناس اللي كتشتكي، مجموعة من الناس اللي تضررات، وكنتمناو يعني هاد المسؤولين هاد المنتخبين اللي كيجيو باش يقلبوا على أصوات الناس، يعني حينما تكون حملة انتخابية وكتقرب يعني الانتخابات، هنا فين محتاجينهم، هنا فين خاص يجيو هاد المرة يقلبوا على هاد الناس اللي متضررين، يسولوا فين كاين متضرر يجي يقلب في الحومة أو في يعني في المناطق الهشة والمناطق المهمشة على هاد الناس المتضررين، ويحاولوا أنهم يلقوا لهم حلول، ولو حلول موسمية ولو حلول مؤقتة، فقط باش ما يباتوش في الشوارع، باش ما يباتوش في العراء، باش أن هذه التجهيزات المنزلية ديال المتضرر والآتات اللي كاملوا سرد بالماء وما بقى فيه ما تصلح أنهم يتم على الأقل الإيواء ديالهم بشكل مؤقت، وعلى الأقل يحسوا بأن كاين ناس كيفكروا فيهم، كاين ناس اللي كيقدموا لهم الدعم المعنوي حين يغيب الدعم المادي. على أي إلا أن هذه الأمور ما كنشوفوهاش مع الأسف الشديد، وهنا علامة استفهام، هنا خاص المواطن يعرف من كيعطي الصوت ديالو، هنا خاص المواطن أنه ما يبقاش يعطي الصوت ديالو للمنوالة. فالناس اللي كتفكر في المصالح الشخصية ديالها بغينا أنها تزول، بغينا الناس اللي كتفكر في المصلحة العليا للشعب وفي المصلحة العليا لهذا الوطن الحبيب، وكنتمنى من الله تعالى وبركته أنه يلطف بنا إن شاء الله يا رب. شكرا لكم إخواني، ونتمنى خير إن شاء الله، والله يعوض كل من تكبد خسائر في هذه الفيضانات إن شاء الله بمزيد من الصبر إن شاء الله يا رب. تحية للجميع وصبحكم مبروك.